مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، ومع زخات المطر الجميلة التي تهطل هذه اللحظات على مدينة الدمام نلتقيكم مجددا، وأجمل وأرق تحية صباحية من فريق العمل المشارك معنا هذا الصباح. في شهر أكتوبر من كل عام تقام فعاليات خاصة باليوم العالمي لسرطان الثدي، مجموعة من البرامج والفعاليات على مستوى العالم وفي المملكة، ونحن جزء من هذا العالم. تقام مجموعة من البرامج في مختلف المناطق. في المنطقة الشرقية حملة الشرقية وردية تقام للعام الرابع التوالي، ما الجديد فيها ولماذا هذا الاهتمام المتزايد بموضوع سرطان الثدي؟ هذا محور حديثنا في فقرتنا الأولى، وضيوفي هم الدكتورة روان مخدوم رئيسة المتطوعات في حملة الشرقية وردية. صباح الخير. صباح النور، أهلا، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. وأيضا الزميل سعود المتحمي أحد المتطوعين في هذه الحملة. صباح الخير سعود. صباح النور، يا هلا والله، كل عام وأنتم بخير، يا هلا والله، حياكم الله جميعا. والحقيقة جهد يذكر ويشكر، ويمكن كثير من المتطوعين يقدمون أكثر مما يطلب منهم أو يتوقع منهم في مثل هذه المواضيع الهامة، وليست معنية فقط بالمرضى وإنما لكل فئات المجتمع. دكتور روان، لماذا هذا الاهتمام بموضوع سرطان الثدي؟ ويعني المجتمع بطبيعة الحال قد يدرك ما معنى سرطان الثدي أو خطورة عدم الفحص المبكر لسرطان الثدي. في حملتنا هذه حرصنا على أن تكون التوعية شاملة لجميع مناطق المنطقة الشرقية، بما أن احنا في المنطقة الشرقية أعلى نسبة إصابة بسرطان الثدي في المملكة كلها، فحرصنا قد ما نقدر أن نحاول نغطي المنطقة الشرقية كلها عشان توعية بضرورة الفحص المبكر. كل ما اكتشفنا المرض في مراحل المبكرة كل ما زادت نسبة الشفاء، وتصل أحيانا إلى 98% نسبة الشفاء. هل يعني أنه اكتشاف المرض متأخر يعني صعوبة مثلا في الشفاء؟ تزداد، يعني كل ما اكتشفنا المرض في المراحل المتأخرة تزداد التدخل، يعني تصير كذا نوع التدخل، يصير تدخل جراحي، تدخل كيمائي، تدخل هرموني، فتصير يعني صعوبة في العلاج شوي، يعني مو انه ما يكون علاج مستحيل، بس شوي تزيد صعوبة العلاج. طيب يعني الفحص هذا المقصود فيه مثلا أي سيدة تعاني من مشكلة معينة أو تلاحظ شيء معين، وإلا أنتم تنصحون بالفحص بشكل دوري أو يعني بشكل عفوي؟ لا، هذا الفحص دوري. إحنا ننصح السيدات فوق سن 40 يسوون فحص الماموجرام اللي هو الأشعة التخصصية للثدي. السيدات تحت سن 40 يبدون بالفحص الذاتي اللي هو تسويه مرة كل شهر السيدة. لا سمح الله إذا اكتشفت في خلال هذا الفحص الذاتي اكتشفت شيء تتجه إلى الطبيب. سعود، بالتأكيد حتى تصل الحملة إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، أنتم بحاجة إلى أنماط مختلفة من العمل والجهد كمتطوعين. حدثنا عن جهودكم، عن نشاطكم، الآليات الجديدة التي ابتكرتوها هذا العام. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العام هذا يعني كنا احنا كل سنة يعني يجينا متطوعين جدد ويجينا دفعات جدد، الحمد لله يعني العام هذا جانا المتطوعين بشكل كبير. قدرنا يعني بخلال الأسلوب الشخص نفسه يوصل المعلومة للشخص إلى المتلقي. يعني السنة هذه أنه كان فيه ترتيب أكثر من خلال اللي هو توزيع البروشورات، من خلال الفحص على سيارة الماموجرام، الحمد لله يعني تقدر تقول تنوع الإجراءات التوعية للأشخاص، هو هذا كان هدفنا، والحمد لله يعني من جميع فئات المجتمع جتنا الحملة هذه تطوعوا معنا وساعدوا معنا، وهم يعني هم سبب النجاح، مو شخص بذاته أو شخص معين. يعني لولا تكاتف المتطوعين وعملهم الشاق، والواحد يطلع من اللي عنده دوام واللي عنده يدرس وعنده اختبارات، يعني صادفت يعني قبل الاختبارات اللي هو الحملة كانت حقت الشرقية والوردية، قبل الاختبارات يعني لقينا تجاوب من الناس، فهو اعتمادنا الكلي ما هو على الطريقة جديدة أو على أسلوب جديد أو على شيء، احنا نعتمد على اللي هو نفس بيئة الشخص، حياة الشخص، هو القادر على توصيل المعلومة، لأنه هو ما راح يكون شيء منزل إنه هذا ألف وهذا باء، لا، إحنا يعني على نفس الشخص نفسه، المتطوع نفسه، هو بطريقته وبأسلوبه،
كل ما كان شخص واعي أو شخص فاهم قدر يوصل المعلومة بشكل جديد أو بشكل أسهل. يعني في يعني من ما أدري أنتم هل تسمونها حاجة جديدة أو حاجة حديثة، أنا صرت أستعمل الأطفال الصغار في توصيل المعلومة إلى أهلهم. يعني أجي وين أبوك، أمسك الولد الصغير وين أبوك، والله أبوي هناك، بالله ينادى. فيعني هذا لما يجي الولد ينادي أبوه لأخذ المعلومة، هذا حاجة طيبة. فيعني كجديد يعني ما أقدر أقول لك ما في جديد، في جديد، لكن إحنا بأسلوب الشخص نفسه المتطوع أو الشخص اللي مقدم الخدمة، هذا يعني هذا هو الأسلوب الجديد. يعني تقصد أنه من خلال ممارستكم خلال 4 سنوات أيوة. استطعتم الشباب اللي يمارسون هذا العمل أن يعني يكونوا أكثر إقناع عن الحملات السابقة؟ صحيح صحيح. هذا يعني هذا اللي صار، وهذا اللي قاعدين نسويه احنا الحمد لله. حتى الاشخاص الجدد يعني اذا جت اضافات جديده فاحنا نحرص انهم هم يستفيدون اكثر منا، هم اللي يقابلون الناس اكثر منا. احنا خلاص يعني زي تقول فهمنا او عرفنا الطريقه، بس يبغى لنا صدمه انه عشان نتطور. يعني خلاص وصلنا لمرحله ما تقدر تتطور الا بتعب بجهد. الواحد يوصل للقمه فهمت، فلما يوصل الى حد معين لازم انه يسوي شيء عشان يطلع، فلازم يا انه صدمه يا انه يعطي الفرصه لغيره. طيب تتعاملون انتم مع موضوع اخوي سعود يعني قد يكون حساس او اجتماعيا يحتاج الى يعني نمط معين من الحديث، سواء للمراه او للرجل اللي هو معني بالمراه، ويعني يحتاج الى تحديث معين معه، فيعني النقطه هذه كيف تجاوزتوها؟ النقطة هذه يا طويل العمر تجاوزناها بأريحية. كيف بأريحية؟ لما تجي تقابل شخص مجرد ما أنك تبتسم له أو أنه تسأله عن حاجة معينة، مثلا قابلت شخص أسأله عن الشرقية وردية ما يعرفها، فأجي أتكلم أنه الشرقية وردية هذه إحنا خصصناها بأهل المنطقة الشرقية لأنه حريصين عليهم أكثر ما إحنا حريصين على أنفسنا، ونبين له أنه إحنا الواحد إذا ما فيه خير في نفسه وفي الناس، اللي ما في خير في الناس والمجتمع اللي عايش فيه ما في خير في نفسه. فمن هذا المنطلق انه انت تقدر تكسب الشخص اللي قدامك يسمعك. اما تيجي تقول له والله عندي سرطان، حمله عن سرطان الثدي وسميناها الشرقيه ورديه، هي زي تقول كيف انك لما تخلي الشخص يسمعك، اذا سمعك الشخص هذا انت ترتاح تقدر تاخذ راحتك في الكلام. دكتوره روان، تحدثتي عن انه الفحوصات المبكره يعني لها اثر ايجابي على العلاج. من خلال الفحوصات المبكرة هل فعلا يعني اكتشفتوا حالات وكانت المعلومة هذه مدهشة بالنسبة للزائرة؟ أيوة تقريبا احنا في خلال 4 سنوات الماضية، طبعا هذه سنتنا الرابعة الشرقية وردية، خلال 4 سنوات الماضية تم الفحص 4000 سيدة، شخصنا منهم 27 حالة سرطان الثدي، الحمد لله كانوا في المراحل المبكرة والحين هم في مرحلة العلاج. بس كان انه شيء كويس لهم وشيء كويس لنا، انه زي ما قلت أول أنه كل ما اكتشفنا المرض في المراحل المبكرة كل ما كانت نسبة الشفاء أكثر، فالحمد لله يعني الحين هم تقريبا يعني يتماثلن بشفاء السيدات، ويعني قريب إن شاء الله يعني خلال هذا الشهر سوينا تقريبا 600 سيدة، إن شاء الله قريب الفحوصات حقتهم تتكمل إن شاء الله تطلع النتائج. إيش فكرة أنه يكون في سيارة متنقلة للفحص؟ يعني السيدات مثلا انتم تريدون ان تصلوا لهم في اماكنهم حتى يعني ما يكون في حرج او مثلا حذر، لانه فكره انه والله كلمه سرطان يعني عند المجتمع شويه مقلقه. صح، هذا الهدف الاول من السياره، انه نوصل للمناطق اللي ما تقدر مثلا تعرف الفحوصات زي الماموجرام وكذا تكون غاليه نوعا ما، فاحنا نوفر كل شيء مجاني. فلما توصل السيارة للمكان اللي فيه سيدة وكمان مجاني المفروض أنها تتحمس وتجي. فهذا هو الهدف من السيارة، أنه قد ما نقدر نحاول نغطي المنطقة وكل السيدات بمختلف الطبقات، مو يعني مثلا اللي ما عندهم مقدرة مادية أو اللي ما عندها مقدرة أنها توصل لنا إحنا نوصل لها. الوسط الطبي دكتورة يعني غالبا يكون مشغول، يعني مثلا كطبيب أو ممرض بساعات الدوام وكذا، كيف كان تفاعل الوسط الطبي مع الحملة كتطوع كمشاركة كجزء من التوعية واللي هو الطبيب لابد أن ما يقوم به في حياة العملية؟ طبعا أطباء دائما مشغولين، بس احنا يعني حاولنا قد ما نقدر يعني أنا وزميلاتي وزملائي أنه نوفر وقت
قد ما نقدر انه نتطوع في هذه الحمله. فكنا نجي بعد الدوام تقريبا على طول بعد الدوام، يعني بعضهم يجون يداومون بالسكراب سوت حقه المستشفى ويجون يداومون فيها عندنا في الحمله يعني. فحاولنا قد ما نقدر انه يعني تعرف الوقت كيف توفق بين شيئين يعني. فهذا شيء جهد يشكرون عليه الاطباء بشكل خاص يعني، لان يعني جاي لنا ومستشفى وكذا، فجهد عليهم زياده. يعني هو يمكن الطبيب اللحظه اللي بيساعد فيها انسان او يوعي مريض قبل، وهو يعني يباشر الالم عند المرضى، فلما يوعي انسان قبل يوصل هذه المرحله يمكن لحظات سعيده بالنسبه له. طبعا واحنا قادرين يعني، حتى لو ما مثلا انا ما اقدر اجي او يكون مثلا مشغول مرتبطه بظروف العمل وظروف الدراسه، كنا نسوي دورات قبل الحمله مثلا قبل شهر اكتوبر، نسوي دورات لنفس لان احنا عندنا مختلف التخصصات، عندنا تخصصات طبية عندنا تخصصات غير طبية كمتطوعين. فكنا نسوي لهم دورات قبل الحملة بحيث يعني قد ما نقدر نوصل لهم المعلومة بشكل سهل، ندربهم على الفحص الذاتي عشان هم يدربون المجتمع. فكانوا الحمد لله يعني حتى يقدرون أصلا يجاوبون على الأجوبة الطبية يعني بطريقة سهلة وتوصل للفئة المستهدفة. سعود، أنتم بحاجة إلى أماكن حتى تقوم الحملة، يعني كيف كان تعاون الجهات اللي هي مثلا كمجمعات تجارية، كمثلا مقرات للاحتفالات بابتداء الحملة أو ختامها؟ والله أول شيء بالنسبة للأماكن اللي نسوي فيها الحملات خاصة الشرقية وردية، بالعكس يعني في بعض المجمعات حريصين أن نكون معاهم إحنا، يعني في تعاون منهم كثير. وانا يعني اشكر فعلا وحقيقه زين نبهتني بالموضوع هذا، انه اشكر جميع المجمعات التجاريه او الاماكن المخصصه اللي سمحوا لنا الفرصه ان نوعي الناس ونثقفهم، لانه هم يعتبرون يعني مساندين لنا، يعني لولاهم كان احنا ما قدرنا نوصل للناس، مو انه ما قدرنا انه ما نقدر نسوي شيء، لا انه هم كانوا يعني ما هي بوسيله، كانوا اداه لتوصيل المعلومه. فالحمد لله يعني خاصة أنه السنة هذه يعني أعطونا سمحونا بالفرصة أنه 15 يوم في بعض المجمعات، فهذا يعني دافع لنا. فالحمد لله يعني كل ما شفنا الناس أنه تتعاون معنا هذا يعني يعطينا دافع لنا السنوات الجديدة، يعني السنوات الثانية أنه إحنا نحرص أنه نكون في مكان ثاني، بدل ما إحنا في مكانين مثلا، مكان في الخبر ومكان في الدمام، نحرص أن نكون مكانين في الخبر ومكانين في الدمام، مكانين في الحسا، مكانين في الجبيل، في القطيف. فالحمد لله يعني زي السنة هذه وصلنا إلى الحفر الباطن، فشيء شيء ممتع وشيء يعني اللي يمارس العمل التطوعي يعني يستمتع، بغض النظر عن الشغل، بغض النظر عن التثقيف الصحي، يستمتع أنك لما تجي تشرح لشخص أو تعلمه معلومة تفيده وهو ما يدري عنها، أقلها يدعي لك. هذا بحد ذاته شيء مفرح، فالحمد لله يعني. لكن احيانا نحتاج الى معلومات طبيه متخصصه، يعني معظم يمكن المتطوعين او بعضهم صحيح قد لا يكون عامل في المجال الطبي بشكل يعني متخصص، فكيف كان تفاعلهم او يعني رده فعلهم تجاه هذه التساؤلات؟ اللي هو ان الاشخاص او المجتمع اللي قادمين للمعرض حقنا، نعم، هو طبعا لازم انه يكون في كل معرض دكتور. اوكي، يعني زي انا اعمل في القطاع الصحي، لكن في بعض المعلومات انا ما اقدر انه اتكلم فيها، فيا انه يكون دكتور معانا في نفس المعرض حقنا او تكون الدكتور روان موجوده نستشير. يعني انا لما اجي ما اقدر اقول لشخص قدامي يمكن، انا لما اقول له يمكن 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 انا اضره اكثر من افيده، يعني تنهز الثقه. لما اجي اكلم شخص اقول له والله اشرح له عن مرض سرطان الثدي، احنا طبعا زي ما قالت الدكتوره روان انه قبل يعني قبل كل حمله نحرص انه نجمع المتطوعين ونعطيهم معلومات عن مرض سرطان الثدي، الاشياء العامه، الاشياء اللي سهل يتلقاها المجتمع. ما اجي اخش مع الشخص في داخل المرض، يعني هذا انا ما راح استفيد منه كمتلقي في السوق، لا انا او في المجمع او في اي مكان، لا انا احاول نعطيه المعلومات المفيده اللي هو يحرص ياخذ المعلومه عن طريقها. يعني مثلا احصائيه، اعطيه احصائيه، هو يستغرب ليش او اعطيه ارقام، ليش المرض هذا موجود عندنا هنا في المنطقه؟ فانا مجرد ما اعطي الشخص مفتاح هو راح يحرص على المعلومه ياخذها.
فبالاشياء الطبيه جينا نتكلم عن شيء طبي، يعني ما يخ يعني لازم انه يكون في كل معرض يا يعني انه يا دكتور، يا يعني انه سواء دكتور في قسم الرجال او قسم النساء، يعني اذا فيه ضغط عندنا او في معلومه انا ما اقدر يعني ما اقدر اتكلم فيها، انا ادي الدكتوره روان، وما في دكاتره عندي انا ادي الدكتوره روان، يا يعني انه هي تكلم الشخص انا تعطيه المعلومه وافيده فيها، لان نحاول انه قد ما نقدر نوصل الشيء اللي يبونه. حتى لا يكون يعني لانه مقابل المنفعه يعني الكبيره المتحققه قد يكون ضرر كبير. صحيح. من نقل معلومه وهو يتوقع انه هذا الركن او هذه الزاويه هي مصدر موثوق المعلومات. أخيرا دكتور روان، من خلال ممارستك لهذه الحملة، يعني شو تحب تقول للمجتمع، للمجتمع السيدات بشكل خاص، لأولياء الأمور والمحيطين بالمرأة واللي هم قد يكونون عامل إما سلبي أو إيجابي في صحة المرأة؟ الحمد لله، يعني خلال هذه الأربع سنين نقدر نقول أن حققنا الهدف أنه توعية بضرورة الفحص الذاتي، بس لسه ما وصلنا لل يعني ما سوينا سكرينينج لكل السيدات، فاحنا هدفنا في هذه الحمله ان شاء الله يعني انه نوصل لكل السيدات، خلاص يصير ما في شيء اسمه اخاف افحص، لا لازم افحص، نبدل كلمه الخوف هذه بكلمه ضروره الفحص. فقد ما نقدر قاعدين نحاول نوعيهم انه فوق الأربعين لازم نسوي الماموجرام، تحت الأربعين لازم نسوي الفحص الذاتي، فان شاء الله توصل هذه المعلومه إن شاء الله. شكرا للدكتورة روان مخدوم، رئيسة المتطوعات في حملة الشرقية وردية، سعود المتحمي أحد المتطوعين النشيطين في هذه الحملة. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. الله يديم الصحة للجميع إن شاء الله. صحة نتمناها للجميع، ولكن الوقاية والوعي يعني جزء كبير من توفير الوقت والجهد والآلام لا سمح الله، وعسى الله يعافي الجميع. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية ومشكورين. مشاهدينا، في هذه الإجازة كانت هناك الحقيقة العديد من الفعاليات والبرامج، من ضمنها مهرجان الوفاء السابع في سيهات. كاميرا البرنامج زارت المهرجان وعدت لنا بجانب مهم من جوانب هذا المهرجان، نتابع هذا التقرير.